using a site credo are common artificial intelligence techniques the steps for using the site and some of its features will be explained in addition to presenting live examples the site can be used to convert any text into a video regardless of its language or subject and this is done by automatic and fast form best of all the site is free i hope that if you like the video we will get the video the 500 likes only just to motivate me to do the best. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده فيديو جديد والنهارده هنتكلم عن كيفية تحويل النص إلى فيديو عن طريق موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي والموقع النهارده كنز من الكنوز اللي هنشرحها في القناة لأن الموقع اللي إحنا هنشرحه النهارده هو مجاني بصورة كاملة والموقع النهارده بيعتبر غير محدود من عدد الدقايق او الوقت اللي انت بتنشئه وتولده من الفيديو او الشخصيات وانواعها واللغات وكل الاستخدامات الخاصة بالموقع انت بتقدر تستخدم كل حاجة في الموقع مجانا بصفة كاملة دوت لغاية الوقت اللي احنا بنشرح فيه الفيديو احنا ما نعرفش بعد كده هيبقى ايه ولكن لحد ما بنشرح زي ما انت هتشوف الموقع مجاني تماما بكرة ممكن لما يكون مثلا في اقبال كبيرة على الموقع ولا حاجة ممكن تلاقي اداره الموقع بتغير ال الكلام دوت ولكن لحد الان الموقع دوت انا شايف ان مفيش كتير شرحه في المحتوى العربي والنهارده احنا هنشرحه هشرحه لكم باذن الله في قناه اتعلم تقنيه ازاي بننشئ الفيديو بتاعنا عن طريق تحويل النص الى فيديو بكل بساطه واستخدام شخصيات بالذكاء الاصطناعي من الموقع اللي احنا هنستخدمه النهارده ونقدر ننشئ بيه الفيديو بتاعنا في ايا كان المحتوى اللي انت هت تنشئه اذا كان مثلا قناه اخباريه او قايمه على الترندات او مثلا قناه خاصه بيها لتعلم او قناه خاصه بي مثلا محتوى رياضي محتوى شروحات مش ايا كان المحتوى الخاص بيك ممكن تستخدم شخصيه من الشخصيات اللي انا شرحها في الموقع دوت وتبتدي تبني عليها القناه بتاعتك وتنشي بكل بساطه الفيديو الخاص بيك النهارده شرح متميز وموقع متميز ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك علشان الفيديو دوت يوصل لكل الناس. ويلا بينا علشان ما اطولش عليكم. يلا بينا. النهاردة الشرح بتاعنا على موقع جميل جدا هو اسمه كريادو اي اي, اي, اي او كريادو اي, اي اي دوت كوم موقع كريادو دوت اي دوت كوم. الموقع دوت موقع يعني يعتبر اكتشاف لاني بيقدم الحاجات اللي بيقدمها ديت هي موجودة مدفوعة في مواقع تانية للذكاء الاصطناعي ولكن لكن هنا مجانية حتى الآن مجانية حتى الآن هو بيقول لك أهو يعني حتى هو هو تقريبا موقع تقريبا صيني أو أو أيا كان هو موقع ايه ولكن لو ترجمنا اهو هنترجم بيقول لك اهو انشاء فيديو متعدد اللغات بتقنيه الذكاء الاصطناعي ما عليك سوى ادخال نص او كلمات رئيسيه لانشاء مقاطع فيديو شفهيه متعدده اللغات لشخصيات حقيقيه افتراضيه مما يمنح المبدعين تمكينا للذكاء الاصطناعي. بص بقى اهو ده الدعايه او الشخصيات الدعائيه او اللي في واجهه الموقع اللي بيقول لك يعني تقدر تستخدمها وتنشئ منها الفيديو بتاعك. هنشغل كده الصوت لل Geben Sie einfach Text oder Schlüsselwörter ein, um mehrsprachige mündliche Videos von realen, virtuellen Charakteren zu erstellen. جست إنتر تكست شخصيات وفي شخصيات تانية تقدر تستخدمها في إنشاء الفيديو بتاعك بكل بساطة إحنا طبعاً هنعمل إيه؟ إحنا هننشئ حساب جديد عن طريق ريجستر من هنا ونستخدم مثلاً حساب جيميل أو جوجل بتاعنا يعني و او أياً كان الميل اللي أنت عاوز تنشئ بيه زي أي موقع بتخش من هنا أهو ريجستر من هنا وبعد كده تبتدي تكتب الميل بتاعك وبعد كده الباسورد وبعد كده تبتدي ستارت كرييتنج هنيجي مثلا هيجي هنا بيقول لك اهو بيقول لك ويلكم باك dont have an account yet يعني انت لسه ما تملكش اي حساب حتى الان بيقول لك اهو تو ريجستر يعني للتسجيل لو انت مسجل بالفعل بتخش عن طريق الايميل والباسورد هندخل من هنا تو ريجستر بالطريقه ديت هنكتب الايميل بتاعنا هنا والنيك نيم بتاعنا هنا ونكتب الايميل بتاعنا هنا والباسورد وبعد كده ندوس على كرييت ان اكونت انا هملى البيانات ديت وهرجع لكم داني. تمام انا خلاص مليت البيانات هدوس على كرييت ان اكونت بالطريقه ديت خلاص هو كده بيقول لي خلاص تشيك ميل يعني ادخل على الميل اشوف الرساله اللي هعمل بيها فيريفاي كده وهدخل على الميل بتاعنا كده ادخل على الميل بتاعنا كده هنلاقي الميل وصل هندخل على الميل بالطريقه ديت او كريا اي اي هندخل على فيريفاي ايميل من هنا هنعمل ندوس على فيريفاي من هنا, هنا. كده انا عملت الفيرفاي بكل بساطه هبتدي بقى ادخل بسجل الباسورد اللي انا كتبته وابتدي ستارت كرييتنج من هنا بالطريقه ديت انا كده اهو خلاص سجل دخول بالطريقه زي ما انتم شايفين كده انا كده دخلت على الموقع المتميز كريادو اي اي دوت كوم عندك بقى حاجات تقدر تعملها كتيره في الموقع دوت النهارده اهو بيقول لك يعني مثلا اول عندك الفيديو كرييشن انشاء الفيديو عندك الكوبي رايتنج عندك البيكتشر كرييشن عندك اهو لو احنا مثلا عملنا ترجمه كده للعربيه اهو هيقول لك الفيديو اهو انشاء فيديو البث الشفوي اكتر من 70 نوعا من الشخصيات الرقميه الواقعية تدعم تركيب النص إلى كلام متعدد اللغات وإنشاء فيديو البس اشف عندك بعد كده مثلا الجميع أهو عندك المقاطع عندك الفيديو عندك إنشاء مثلا عندك الجميع أهو أوكي أنا كده عشان بس بالترجمة هنرجع تاني نرجع للغة الرئيسية هيقول لك أهو أورال برودكاست فيديو كرييشن عندك الحاجة التانية الإي أي ماركتينج جينيريشن وعندك الإي أي تكست والإي أي موديل والإي أي سمارت قطوت. كل ده احنا مش هنشتغل عليه النهارده احنا هنركز على الفيديو كرييشن بالطريقه ديت هندوس على الكرييت ناو مثلا اهو هيقول لك انت عاوز ايه طيب هرجع تاني هدوس على مثلا فيديو كرييشن بالطريقه ديت وهدوس على الاورال برودكاست فيديو كرييشن بالطريقه ديت بص بقى اعمل لك ايه بص جاب لك ازاي جاب لك الواجهه اللي انت شايفها ديت جاب لك الشخصيات اللي انت تقدر تستخدمها في المحتوى بتاعك طبعا انت عندك شخصيات مختلفه عندك الاول جايب لك كل الشخصيات تحت بعض عندك لو انت عاوز تختار مثلا اللي هو يو اس واليوروب او اليورو عندك اللي هو يعني امريكا ومنطقه اليورو عندك الاسيان يعني مثلا اهو اللي هو اللي يعني المنطقه الاسيويه عندك الامريكان والاوروبي يعني منطقه اليورو عندك الجابانيز والكوريا والكوريين يعني اهو شخصيات اليابانية والكورية سي عندك الانديا الهند عندك شخصية اهو هندية الميدل ايست اللي هي الشخصيات الشرق الاوسط عندك افريقيا افريقيا جايب لك يعني شخصية بتمثل افريقيا. طيب انا عندي شخصيات مختلفة للفيديو او اللي احنا بنقدر نستخدمها في الفيديوهات بتاعتنا طبعا هو جايب لك اهو اللي انت ممكن تستخدمه بالمقاس اللي هو اليوتيوب اللي هو 16 الى 9 او الريلز اللي هو 9 الى 16 طبعا كل ده تقدر تختاره بكل بساطه زي ما انت عاوز عندك كمان هنا تقدر تختار اللانجوج طيب اللي انت اللي انت تكتب بيها النص بتاعك اللي هيتحول لصوت وفيديو بعد كده عندك اهو الانجليش والتشاينيز والانجليش يونايتد كينجدم يونايتد ستيتس عندك الافريكانز ساوث افريكا عندك البانيا عندك المهاريك ارابيك في ارابيك اهو ارابيك جزائر كويس جدا عندك الارابيك اهو تاني ارابيك البحرين ارابيك ايجيبت كل ده موجود كويس جدا جدا عندك الارابيك العراق يعني العراق عربك جوردن ارابيك كويت عربك لبنان ليبيا موروكو اللي هي المغرب عمان قطر سعودي اريبيا عندك سوريا تونسيا يونايتد ارب امارات اللي هي الامارات عندك اليمن عندك يعني عندك يعني لغات مختلفه ولغات كتيرة تقدر تستخدمها في المحتوى بتاعنا دوت وجميلة جدا جدا طيب انا عاوز اختار مثلا الشخصية بتاعتي للمحتوى بتاعي وليكن مثلا الشخصية مثلا نختار شخصية نختار شخصية الشاب دوت طيب دوت مثلا لو انا هعمل قناة اخبارية ممكن استخدم الشخصية ديت في ان هو يردد الاخبار اللي انا هنشرها في القناة مثلا وليكن مثلا انا هختار اهو مثلا انجليش مثلا يونايتد ستيتس مثلا لا انا اختار عربي عربي مثلا ايجيبت مثلا كده وهكتب وهختار مثلا شاكر شخصيه شاكر اللي هو هينطق بقى الكلام باللغه المصريه العربي المصري تمام وهكتب مثلا مثلا يعني على سبيل المثال طبعا انا هحتاج على علشان الكلام يتنطق كويس باللغه العربيه احتاج موقع شكلي الموقع اللي هو بيشكل الكلام احتاج لموقع تشكيل الكلام اللي هو موقع شكلي موقع شكلي موقع متميز هنقدر نستخدمه في تشكيل الكلام اونلاين يعني دخلنا على الموقع بالطريقه ديت، كده هدخل على موقع شكلي بالطريقه دي، مثلا انا هكتب وليكن وليكن في موقع مثلا شكلي، وهكتب مثلا السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مثلا مثلا انا خلاص هكتب الكلمتين دول وليكن مثلا وانا هعمل تشكيل كامل، اعمل تشكيل كامل للكلام ده، ابدا التشكيل اهو كده دوس على ابدا التشكيل هاخد ده نسخ كده وبعد كده هروح للموقع المتميز كريادو وهعمل بيست كده للكلام اللي انا شكلته بالطريقه ديت عندك الادجاست سبيتش ريت ممكن تعلي او تقلل براحتك خالص الادجاست تون عاوز التون اعلى اصغر خليه وسط زي ما هو انا هسيب كل حاجه زي ما هي عندك اهو الاوديشن السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد خدت بالك هو كده يعني خلاص الصوت بالاحترافيه اللي انت سمعتها ديت هينطق الفيديو بكل بساطه، طيب انا خلاص كتبت النص بتاعنا بالتشكيل واخترت الشخصيه واللغه وباللهجة اللي انا حاببها وبعد كده هعمل جينيريت فيديو، هعمل جينيريت فيديو كده وهو ست ثواني بص هيخلوه لي كمان بخلفيه خضراء بحيث ان انا ممكن استخدمه في اي برنامج مونتاج وازيل الكروما الخضراء ديت وابتدي اضيفه في المحتوى بتاعي، فانا هدوس على جينيريت مثلا فيديو كده بياخد وقت بسيط اهو بيقول لك يعني كومبليت ان تو ان بياخد دقيقتين لغايه اما يبتدي يكون الفيديو طيب انا عقبال ما يتكون هعمل هرجع تاني واعمل كرييت مثلا لحاجه تاني مثلا لبنوته تانيه كرييت كده وهعمل كده واختار مثلا البنوته الجميله ديت مثلا واختار مثلا الكلام دوت كده وهعمل مثلا اخش على ترجمه جوجل اهو وهعمل ترجمه من العربيه الى الانجليزيه بالطريقه دي كده كده مثلا هعمل السلام عليكم كده وبعد كده لا تنسوا الاشتراك مثلا كذا كذا ليصل كل جديد كل ده تمام اخدته اهو كوبي بالانجليزي وبعد كده هروح للموقع المتميز دوت وهضيف بقى البيست هنا للكلام اللي انا كاتبه بالعربي وترجمته بالانجليزي واختار بعد كده بقى انجلش مثلا يونايتد ستيتس باللهجه الامريكيه وبعد كده هختار مثلا شخصيه البنوته عندك بقى كذا شخصيه وبص جايب لك الفيميل عندك جيني وعندك يعني النطق بقى الكاركتر تون الصوت بتاع مين؟ اختار مثلا ادي جيني وعندك جيني مثلا ديت اهو نشوف الصوت بتاحه. Hello do not forget to subscribe to the channel and activate the bell button to receive all new مثلا دي نجرب مثلا واحد تاني اللي هي جاي. Hello do not forget to subscribe to the channel and activate the bell button to receive all new نختار واحدة تانية نختار مثلا ده ميل ده ميل أنا آسف ده ميل أنا إحنا هنختار بنات بس نختار أريا اختار أريا دي بنوتة أهي كده صوت احترافي all جدا صوت إحترافي جدا هختار أختار مثلا بنوتة تانية كمان مثلا أنا تحس إن الصوت طفولي شوية إنت بتقدر تستخدم الصوت اللي إنت عاوزه في المحتوى اللي إنت عاوزه فأنا مثلا أختار جيني اللي هي في الأول ديت انا شايف ان هي ممتازه جدا بكل بساطه نقدر نولد بقى الكلام دوت ونقدر برده نعمل جنريت للفيديو دوت عن طريق مثلا زي ما انت شايف كده اهو زي ما احنا عملنا في المره اللي فاتت اهو البنوته الجميله ديت هي اللي هتنطق الكلام كمان هندوس على جنريت فيديو جنريت فيديو كده hello do not forget to subscribe to the channel and activate the bell button to receive all new انا عم جنريت فيديو اوكي خلاص جنريت فيديو كده هيبتدي يكون دوت خلاص فاضل له 30 ثانيه على كلامه يعني ويبتدي خلاص يكون ينتهي من تكوين الفيديو بتاعه وهنشوفه دلوقتي، احنا نقدر بقى نستخدم الفيديوهات اللي هنطلعها من الموقع الجميل دوت والشخصيات اللي نقدر نستخدمها ونبتدي نعمل قناه اخباريه مثلا وليكن قناه اخباريه ونبني عليها قناه كامله في اليوتيوب ونقدر نقدم بيها محتوى جيد جدا، حته ان انت هل يوتيوب هيقبل المحتوى بتاعك الموجود من الموقع دوت؟ طبعا اكيد هيقبله ولكن انت لازم تعمل سكريبت او النص اللي هيتقال عن طريق الشخصيات ديت لازم يكون حصري ليك لازم تستخدمه واحنا عندنا طبعا موقع شات جي بي تي اللي هنستخدمه عن طريق مثلا موقع بو هنا ممكن نكتب اهو مثلا اكتب لي مثلا عن اخر اخبار مثلا اخبار الدولار او مثلا او اخر اخبار مثلا الدراسه في مصر مثلا فهيكتب لي مثلا اخر اخبار الدراسه في مصر فهو هيجيب لي من اخر الاخبار وابتدي اخد النص اللي هيولد مثلا وابتدي اخليه يت... يخلي الشخصيه تنطق فانا مثلا هدوس ارسال كده يعني هو بص بيقول لك ان اخر حاجه عنده من 2021 طيب يتم تحديث الاخبار المتعلقه بالدراسه في مصر بشكل مستمر ولكن تاريخ القطع يعني القطع المعلومات المتوفره لدى الشات جي بي تي هنا لديه يعني عام 2021 فاليك بعض الاخبار الحديثه بيقول لك يعني في 2021 كذا قررت وزاره التعليم العالي كذا وبتاع كل الاخبار دي قديمه يعني دي اخبار قديمه شات جي بي تي دي مشكله بقى شات جي بي تي ان هو بالنسبه له الجزئيه دي اخبار قديمه لكن احنا ممكن نتكلم مثلا ناخد من ايا كان موقع مثلا اي موقع بنكتب مثلا الخبر اللي احنا عاوزين ندور عليه ونبتدي نشوف الموقع اتكلم عنه وناخد سكريبت منها ونبتدي نعيد صياغه ونبتدي نخلي الشخصيات دي تقولها بالطريقه اللي احنا هنشوفها ديت هو كده بيولد النص بتاعنا بيولد الفيديو بتاعنا ده ست ثواني تقريبا وده خمس ثواني يعني حاجه لا تذكر طبعا انت تقدر تبني كل المحتوى بتاعك قايم على الموضوع دوت بص الفيديو ده خلاص اتكون بالفعل هندوس كده على شغيل كده بالطريقه ديت السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ابتدي بقى هنا هيجيب لي هنا بص اهو داونلود بص داونلود كده هينزل الفيديو معانا نقدر نستخدمه زي ما احنا عاوزين ادي الفيديو بتاعنا اهو السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ادي الفيديو الاولاني اهو وادي الفيديو الثاني معانا بالانجليزي باللغه الانجليزيه طبعا انت تقدر تستخدم اللغه اللي انت حاببها الموقع ده جميل قوي لاني ما هو مش عاملك أي خطط أسعار ولا محتاج إن انت تدفع أي شيء علشان تستخدم الموقع المتميز دوت الموقع دوت محدش شرحه تقريبا غير في المحتوى الأجنبي يا جماعه الموقع ده كنز الحقوا استخدموا الموقع دوت قبل ما يبتدي يعني ينزلوا ليه خطط اسعار ويبتدي يبقى في جزء مدفوع، الموقع ده جميل جدا آه انصحكم باستخدامه في استخدامات تانية. تكست تو ممكن نستخدمه لتحويل النص الى صوت ممكن آه نعمل الافاتار الشخصيه بتاعتنا فانت براحتك يعني مثلا اهو مثلا هنجرب مثلا ديت اه اهو ادفانسد كاستم اي اي موديل كريت ناو اهو بيقول لك ناو تمام هنترجم كده بيقول لك انشاء نماذج الذكاء الاصطناعي تشكل ربطات الشعر والحزم وعندك هنا انشاء نماذج الذكاء الاصطناعي تشكل نموذج مزيفا لتصفيف الشعر ومش عارف ايه والكلام ده كله انت تقدر تعمل يعني شخصيه من الشخصيات عن طريق تحميل مثلا صور وتبتدي تشتغل عليها وكده، وكده نكون احنا شرحنا ازاي بننشئ فيديو ونستخدم الافاتار او الشخصيات الموجوده في الموقع دوت في توليد النص او ان هو ينطق النص في الفيديو بالذكاء الاصطناعي وطبعا النص ممكن والصوت هو اصلا مش صوتنا بكل بساطه، فانا مثلا ممكن اختار مثلا كرييت مثلا تاني من هنا الفيديو نعمل فيديو تاني مثلا طيب هنختار من هنا هنختار مثلا اللي هو يو اس ويورو شخصيات امريكيه واوروبيه مثلا اوكي ممكن نختار مثلا دي كده ديت ولا نشوف دي ولا نختار ديت نختار دي كويسه البنوته دي مثلا ممكن نخليها تتكلم او ممكن نختار مثلا بنوته ثانيه مثلا مثلا نختار في يعني ناس كتير ممكن نستخدمها شخصيات كتير ممكن نستخدمها في الموضوع دوت فمثلا هنخلي الشخص وليكن دي مثلا عشان احنا مثلا بنتكلم على مثلا قناه اخبار مثلا وليكن فهنيجي هنا ونختار مثلا اللي ينطق الصوت حد تاني مثلا غير اللي اخترناه اخر مره عندك مثلا جيني احنا اخترنا اخر مره جيني في انا في ايشلي شوف ايشلي كده ونعمل مثلا وليكن طيب هنكتب مثلا هنكتب مثلا ايه اهلا بناخد مثلا الكلام اللي احنا كنا مترجمين وهنا مثلا ونروح على هنا فانا ضفت النص بتاعي بيست كده بالطريقه ديت وهنشوف كده مثلا وليكن هنشوف الكوبي رايتنج هيعمل ايه مثلا اه ادوس كده هيقول لك مثلا dont forget to subscribe to that channel. شوف كده بس ونشوف جينيريت كده ده جايب لك بقى كلام كتير قوي يعني يعني دونت ميس اوت on the latest ابديتس فروم اور channel بي تو هيت ذات سبسكرايب بوتون سو يو نيفر ميس أبيت بيت سبسكرايبنج تو اور شانل از ذا بيست واي تو ستي اب ديت اون اول ذا لاتيست نيوز مثلا يعني ده جزء مثلا من الكلام مثلا هنشوف كده ينطقوه ازاي شوف كده اهو شوف كده شخصيه ايشلي اللي هي الفيميل البن.

miss out on the latest updates from our channel be sure to hit that subscribe button so you never miss a beat subscribing to our channel is the best way to stay up to date on all the latest news don't miss out on the latest updates from our channel don't miss out on the latest updates from our channel, from our channel. be sure to hit that subscribe <applause> هنختار مثلا سونيا، خلينا في سونيا، احنا جربنا سونيا. <applause> احنا طبعا سمعناها قبل كده، هنعمل مثلا وليكن جينريت. طبعا دي الشخصيات كلها، تقدر تختار الشخصية اللي أنت حاببها، وليكن مثلا أهو أنا هعمل جينريت. مثلا، يعني مثلا ممكن أغير الشخصية دي، أخلي الشخصية. كده، نفس الشخصية بس لابس حاجة تاني مثلا، نخلي البنوتة الجميلة ديت، نخلي ديت مثلا، طبعا احنا يعني البنوتة اللي لابسة يعني زي بدلة. أو يونيفورم كده ده أفضل لي مثلا لو قناة إخبارية، طبعا أنا بقول لك يعني اختار في شخصيات كتير أنت ممكن تستخدمها في هذا النطاق، عندك أهو مثلا بنت ديت، عندك بنات كتير ممكن تستخدمهم في هذا النطاق، ممكن البنوتة الجميلة ديت، ماشي هنستخدم يعني البنوتة ديت وهنعمل مثلا جينريت فيديو كده، هنعمل جينريت كده، هيعمل جينيريت للشخصية بالكلام اللي إحنا عملنا له أصلا كوبي النص اللي إحنا عملناه وحولناه لسبيتش تكست تو سبيتش وكمان الشخصيه نطقت ما عملناش حاجه انا عملت بس كل اللي عملته ان انا بحرك الموقع اخليه يعمل المحتوى بتاعي عن طريق ان هو ادي له نص او جزء من النص وهو يولد لي باقي النص وبعد كده يحول نص الصوت ومن الصوت اخلي شخصيه من داخل الموقع ينطقها وبكده نشأ موقع وبكده انا يكون نشاء فيديو كامل عن طريق الموقع دوت الموقع ده حلاوته كمان ان هو مجاني بصوره كامله هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو طبعا طبعا سيبلكوا لكم موقع رابط موقع شكلي اللي هو بيشكل كلام العربي علشان النطق بشكل افضل في الشخصيات تنطق بشكل افضل، طبعا انا عاوز اقول لكم ان الموقع الجميل دوت طبعا فيه لهجات كتير زي ما قلنا زي ما انتم شايفين حاجه يعني في منتهى الجمال، حاجه جميله جدا انت زي ما انت شايف كده ممكن ندوس على كرييت مثلا تاني، كرييت تاني هنعمل مثلا في مثلا اهو الاي ماركتنج اهو، حاجه جميله جدا، بص اهو يعني هنعمل كده ترانسليت بيقول لك تنشئ منظمه العفو الدوليه محتوى نسخا تسويقيا لمساعدتك على تحسين فعاليه التسويق طبعا انت بتكتب بقى دي اللغه مثلا او عربي مثلا عربي كده هنا بيقول لك الكلمات الدلاليه بتدخلها هنا بتكتب بعد كده وصف النص الرجاء ادخال وصف النسخه التي تريد انشاء على سبيل المثال كريادو هو افضل نظام اساس انشاء مقاطع فيديو كده يعني انت عاوز تعمل توصف ايه وهو هيبتدي يولد لك الكلام هو طبعا ممكن لغايه 200 حرف او 400 حرف 500 حرف زي ما انت عاوز أو من الاختيارات اللي هنا عندك نرجع تاني وهتختار مثلا هنقول نرجع تاني غير اللغه وهنعمل كرييت كده ونختار مثلا اي اي تكست جدا اهو بالترجمه بوريكم بالترجمه نترجم اهو دبلجه النصوص بالذكاء الاصطناعي والدبلجه باكثر من 140 لغه تقدر تدبلج النص انت ممكن تحط النص وبعد كده هو بيتم دبلجته عن طريق الشخصيات اللي انت شايفها ديت انت بتختار اللغه واللهجه اللي انت عاوز يدبلج بيها ويبتدي يدبلج بيها في ال... في الفيديو الدبلجه باكثر 140 لغه دي حاجه جميله جدا الجزئيه دي جميله جدا زي ما انت بتشوف كده افلام اجنبيه وبتلاقي الشخصيات امريكيه والشخصيات في الاخر اتدبلجت بحس ان هي تنطق الكلام اللي بتنطقه بالعربي تحس ان هو راجل مصري زي زي زيك او زي اي مصري او زي اي انسان عربي سعودي سوري اماراتي او ايا كان وتلاقيه بينطق الكلام زيك الدبلجه دي هي دي اللي بتساعد على وصول الفيديوهات والمحتوى الى جميع اللغات حاجه محترمه جدا برضو داخل الموقع تقدر تستخدمها عندك كمان لو قلنا مثلا كرييت مثلا اي اي موديل انت عاوز مثلا تنشئ شخصيه خاصه بيك انت اهو في جنريت اي اي موديلز فروم هير تايز اند او يعني مثلا نعمل ترجمه تاني اهو شكل ربطات الشعر والحزم والكلام ده كله وعندك هنا نموذج مزيف لتصفيف الشعر ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني شخصيه زي ما انت شايف كده تقدر تولد ال الشخصيه زي ما انت حابب بتضيف الصور وتبتدي تتعامل لغايه اما تستخدم الكلام اهو انت بتستخدم اهو تغيير الملابس نموذج النظارات نموذج الجمال والكلام ده كنت تشتغل عليها زي ما انت حابب بالظبط طيب. ده بالنسبه للمودلز ان انت تقدر تنشئ الموديل الخاص بيك والكلام ده كله الموقع ده متميز يا جماعه متميز يا جماعه انت طبعا انا مترجمه بترجمة جوجل انا هرجع تاني هو تقريبا الموقع دوت موقع يعني تقريبا شكله كوري او صيني يعني هو كوري تقريبا وموقع جميل جدا وموقع تقدر تستخدمه في انشاء وتحويل النص الى فيديو بكل سهوله انا مش هطول عليكم اكتر من كده احنا وصلنا لفكره الفيديو وفكره الموقع احنا كده وصلنا لاخر شرحنا اليوم يا رب تكونوا استفدتوا ومتنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك علشان يوصل لكل الناس ويستفادوا الفيديو النهاردة فيديو مهم جدا ووصلوه كل الناس يا جماعة علشان يستفادوا بالشرح النهاردة شكرا لكم ومع السلامة